دائما مع البصل احب احط البهارات عشان ايش تحمص وتطلع وبلش تعطي الطعم الطيب. بالضبط. حنبدا بالبهارات الكامله او البهارات الصحيحه نحطها كلها. طيب خبرينا عن البهارات اللي جايبتيها، ان شاء الله العود القرفه هذا مميز. هذا قرفه. اوكي. انا جايبه الشيبه، الشيبه نستخدمها احنا دائما في الشوربه، تعطي نكهه من جد مره مختلفه. انا حتى الشيبه من الاشياء اللي تعلمتها جديد صراحه، ما كنت بعرفها قبل. هي تعتبر كانه من الاعشاب المجففه، صح؟ ايوه، بس تعطي نكهه مره لذيذه. بتعرفي شو من كل الاشياء؟ لا لا لا، هذه شويها هايدي مضمونه. اوكي. بدك احط لك اياها؟ حطيها. ايوه. زين، قرفه، شويه شيبه، شو قلتي بتعطي عفوا؟ تعطي كده نكهه وريحه حقيقي مره مختلفه. على فكره في ناس يسووا القهوه العربي يحطوا لها شيبه. خلاص راح اوصلك. وصله مره بسيطه. خلاص ان شاء الله. ورق الغار والهيل والقرنفل. ايوه. اوكي. وعم تبشر تحمرين على النار لحتى تطلع الطعمات. تبدا ايوه تطلع ريحتهم. يعني يا جماعه شوفوا، اهل السعوديه كلها بكفوا، عن جد اهل مكه بكفه ثانيه عندي، لانه في كثير هيك بتحسي قد ايه اختلاط الثقافات، النكهات والمطبخ المكاوي تحديدا. صح. كثير واسع، وفي كتير وصفات، وفي كتير أشياء جديدة. يمكن حتى مثلاً وصفة المنزل أنا ما بعرفها بهي التفاصيل اللي مثل اليوم حكيتي عنهم. تعرفي ليش هلا؟ لأنه إحنا كانوا يجون الناس من كل المناطق، من كل البلدان، من كل العالم. فزمان يعني أخذوا وصفات سواء من سوريا، من لبنان، من العراق، من مصر، من الأردن، كل المناطق، من كل العالم، من كل العالم. فدائما أكلاتنا بالذات في مكة يقولوا لنا لا هذه أكلة مثلا سورية ولا هذه، بس إحنا نحسها أكلاتنا. صح. إحنا خلاص هذا الأكل اللي إحنا تربينا وتعودنا عليه. صح. إيوة، في النهاية كله أكل عربي. على فكرة ريحة الشيبة عن جد لها ريحة غير رائعة، وفيها نكهة معطرة يعني حلوة بتنسيكم ريحة الخل تماما. والله سوري على الخل، أنا ما جاء على بالي أنبه كثيرة. لا لا، حاسة ماني شامة غير ريحة الخل. طيب دحين حنبدأ باللحم. حنحط اللحمة. طيب يلا جاهزين. عم نحط لحم الغنم المقطع وما فيه عظم طبعا، صح؟ لا، ممكن تستخدمي سواء بعظم أو بدون عظم عادي، أنا أحب يكون في شوية عظم. العظم دائما يعطي نكهة. أي أنا معاكي، صح. فممكن يعني خاصة مع الصوص بيطلع هيك يعني غني اكثر. yes. شوفي انا دائما اقول احب كل الناس تطبخ زي ما هي تحب. يعني انا احب بعظم ححط بعظم، ما احب بدون، يعني بدون عظم مو لازم. وهذا اللي عم نجرب نوصل له، انه كل شخص يحط له مساحته. yes. الخاصه، بس قد ما فينا نضل محافظين على ثقافه الاكل المطبخ نفسه. حتحطي البهارات؟ الثوم ولا بهارات؟ اوكي. يعني يا جماعه كيف اليوم شاف هلا وشاف سما بالمطبخ مع بعضين؟ انا حاسه حالي اصلا ناسيه الكاميرا. الله يسعدك. معلقه صغيره كمان شويه. تمام تمام. خلاص حنحط كمان البهارات عشان أوكي. تتحمص مع اللحم ويطلع ريحتها. وحنحط اول شيء الكزبره الناشفه. كزبره معلقه. ملعقه كويس. اوكي. وكمون برضو ملعقه. هاي كمون. الله. واخر شيء، شوفي في ناس ما يحبوا يحطوا الملح مع اللحم. إيه؟ يقولوا ما يخليه يستوي، بس انا اشوف انه لا عادي بنحط رشه الملح مع بنحط. انت اصلا حتتركيها تطبخ على مهلها. يس. على الحالتين حتنسلق. فحنحط رشه ملح ورشه فلفل اسود. فلفل اسود. حنحمصهم كلهم مع بعض. انا عم بتخيل هالطعمات مع الطحينه شو حيصير عنا. انا بس ابغاك تجربيها، حقيقي رائع. انا هاي ترى من الاكلات المفضله. بنحط معها رز على جنب ولا لا؟ شوفي في ناس يحبوا ياكلوها بالرز، في ناس يحبوا ياكلوها بالخبز. بالخبز مره اطيب.